وايد. ابن سعد قال ودوا للعيال ماي اطفال زين دول عطشانين، ما اقول مار عليهم ثلاثة ايام، اقول يوم، لان ما عطشت هاشمية. يقول الامام زين العابدين ما عطشت هاشمية وعمي العب بس عطشنا من راح ابو فاضل. وحر وصيف وحر، شوف الاطفال هاي طمعانة والرضيع تبحوط على قطرة ماي، فهو عطشانين وجابوا لهم ماي. ايش تتصور راح تصير لمة على الماي، جلة تزاحم كذا. يقول خلوا الماي ولا واحد قام من الاطفال. حتى تعجب هذا السافر. يقول قال لهم تفضلوا شربوا الماي. قامت رقية طفلة صغيرة وهي رقية من الحسين، اي ركبت رقايا على السقل قالت نجف يا سقل وتاخذي وترد يون الرماح تمشي هاليوم ثالث والدي عطشان ما شايب بجفوفي اغرف لها العذيب بلشي اراوغ ليلة اغرف الماي ولوم شد من ايدها يتبدل وما بين ابوها والسقا تجيب الدروب وتريد ركضت رقية على السقال وتقول نجف يا سقال لو تاخذ الماي وترد يقول الرمح اليوم ثالث والدي عطشان ما شارب بشفوف اغرف له العذب بلشي اروق روح سيدا تغرف الماي ولو